هذا المسلسل برعاية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. كلمتني ليه يا بشير؟ ليه أنا بالذات؟ معرفش. وهي فين مليكة؟ مخبيها في جيبي؟ لا، ممكن تكون مخبيها في الشقة. أنا زي ما توقعت يا فندم، باهر الجندي بيلعب بينا. بس برضو كلام منطقي يا سيادة اللواء، يعني لو حد مننا اتحط تحت الضغوط اللي هو كان محطوط تحتيها أكيد برضو كنا هنعمل زي ما هو عمل. وصلتك عارف إن الست دي ليها علاقة بحادثة النائب العام؟ ليه بتتكلم عنها كأنها مش أنا؟ عشان أقولك إن لما بصيت في عينك شفتها فيك. يمكن ما تقابلناش بقالنا فترة، بس أنت هي، أنت مليكة. محدش فيهم ليه علاقة باللي حصل. أنا سبق قلت لفاروق بيه إن أنا الوحيد المسؤول. والله إحنا كان نفسنا إن نجيبه حقيقي، بس هو ما اداناش فرصة. تبقى في حياتكم. أصل أنا ومليكة رحنا عملنا تحليل الدي إن إيه. طب ممكن تسيبني لحد بكرة الصبح وأنا هتصرف؟ وأنت ليه بتعملي كل ده؟ هقولها لك وبمنتهى الوضوح. ابعدي عن سعيد وسيبي في حالي. ماجدة قالت لك كده؟ ايوه. انا مش فاهم هي مالها. ما هو ده السؤال اللي انا كنت جاي اساله لك. هو انت في حاجه بينك وبينها؟ ولا اي حاجه، كل اللي بيني وبينها زماله وشغل مش اكتر من كده. بس طريقه نظراتها ليا وطريقه كلامها معايا ما بتقولش كده خالص. انت معشمها بحاجه يا سعيد؟ ولا معشمها باي حاجه، هي متعشمه مع نفسها، وانا مش هشيل ذنبها بصراحه. وانا كمان ما بحبش اضايق حد ولا اجرحه في مشاعره، عشان كده انا قلت لبشير انه بكره بالكتير ان شاء الله هيكون ماشي من هنا. ليه عملتي كده؟ هو اشتكالك مني؟ لا خالص، الفكره بس ان انا بقيت اجي هنا كتير بسببه، وزي ما قلت لك انا مش عايز اعمل مشاكل لحد، لان انا مش ناقصه مشاكل. ومتشكره قوي بجد على اللي انت عملته معايا ومعانا كمان. أنا تأخرت ولازم أمشي عن إذنك. ابعتي لي دكتورة ماجدة. وده بيحصل هناك؟ طبعاً ده إيه ما أجيب لكم اتنين ليمون أحسن. أنت إيه اللي جابك هنا؟ في يا شريف مالك؟ استني انت ثانية واحدة، رد عليا ما تبرقليش، ايه اللي جابك هنا؟ انتوا رجعتوا بعض امتى يا رول؟ وانت مالك، احنا رجعنا لبعض امتى؟ ده انت عيل سخيف قوي. رول انا همشي، سلام. في داهية، مع السلامة يا سيدي. في يا شريف مالك؟ فين الواد ده؟ لا تقعدي معاه ولا تتكلمي معاه ولا ليك علاقة بيه تاني. طب لو سمحت يا شريف اهدى وبطل تفرج علينا الناس، لو سمحت اقعد. لا مش هقعد، ولا لو قعدت اتفرج عليك الناس اصلا. معلش اقعد عشان خاطري انا هفهمك. اقعد بقى. انا قلت لك ان انا قاعدة معاه قعدة شغل. انت ايه اللي مضايقك قوي كده؟ في ايه؟ يعني هو ما حكاكيش؟ حكالي ايه؟ فاكره الولد اللي انا قلت لك انه كان مصاحب ايه؟ ما تقولش انه اياد. هو زفت. طب وحتى لو ده حقيقي، انت ايه اللي مضايقك قوي كده ومعصبك؟ انت مش قلت انك نسيتها؟ انا نسيتها هي، لكن ما نسيتوش هو. وبعدين في الاخر ادخل عليكم انتوا الاثنين قاعدين تتكلموا وترغوا وعاملين هي هي، ايه الجو ده؟ انت سامع نفسك بتقول ايه؟ انا مش سامع انا بقول ايه، ومش عايز اسمع اصلا انت بتقول ايه كمان. انا اما اروح. عندك حق، امشي. بس ما تضحكش على نفسك، انت لسه ما نسيتش اي حتى بعد ما ماتت. في حاجه يا سعيد طلبتني؟ اولا انا اسمي دكتور سعيد. ثانيا ما تسمحيش نفسك انك تشيل الالقاب او ترفعي التكليف او تتعدي حدودك. يا سلام، كل ده عشانها؟ انت عيانه يا ماجده، مريضه نفسيه، والمرضى النفسيين ما ينفعش نستأمنهم على حالات نفسية. كنت بحاول أنقذك منها. ماجدة، مش عايز أسمع كلام. من سكات كده، لمي حاجتك وامشي من العيادة. لؤي خطاب ساب الشغل عندك؟ أيوة، بدون أي أسباب. بس أنا عارف الأسباب كويس.
هي أزمة عاطفية بينه وبين خطيبته مليكة بنت أكرم دويدار. طب وانت مش محتاجه معاك ولا ايه؟ والله هو لو راجع نفسه وعقل ورجع انا ممكن اعتمد عليه تاني، لكن اللي يسيب واحدة تهده كده ده ما يلزمنيش. كلام منطقي، بس هتوصل ازاي لإياد من غيره؟ هو مش حازم دياب صاحبه؟ خلاص انا هكلمه بنفسي. خليك، انا ناسي حاجه جاي اخدها وماشي على طول. عليك لما خرجت من هنا في واحده جات لها على الباب. عارف، قالت لي. مين دي يا دكتور؟ دي واحده مش هتشوفها تاني. لا بس شكلها واخده عليك قوي. معلش، هي دي مشكلتي، باخد الناس عليا زياده عن اللزوم. على العموم انا همشي خلاص. عارف، مليكة برضو قالت لي كده. انا قلت لك يا دكتور من امبارح لو وجودي هنا هعمل لك مشاكل، مستعد امشي وما استناهاش. اقول لك الصراحه ولا ازوق الكلام عشان ما تزعلش؟ الصراحه. طيب، انا دلوقتي لما جيت هنا المشاكل كلها جت معاك، يعني لو مشيت لوحدك المشاكل هتمشي معاك، لكن لو مليكة مشيتك يبقى احنا كده ما عملناش حاجه. حرام عليك تورط البنت معاك. انت شايف ان انا امشي لوحدي؟ انا مش شايف حاجه، انت حر، بس لو مليكة تهمك وانا عارف انها تهمك يبقى لازم تشوف فين مصلحتها وتعملها. انت لو مكانها هتعمل ايه يا دكتور؟ هسلم نفسي للبوليس ومش هجيب سيره مليكة خالص. شوف الصح فين واعمله. مليكة. هاي بابا. ايه ده؟ ده اجتماع بقى ولا ايه؟ لا لا مش اجتماع بالظبط، بس احنا كلنا مستنيينك عشان نتكلم معاك. يعني انتوا التلاتة؟ احنا عندنا مين اغلى منك عشان نستناه ونطمن عليه؟ اه صحيح، انت عاملة ايه مع الدكتور؟ كويسة قوي يا بابي، وحياة ربنا، حتى اسأل شريف. ما انا كنت لسه بقول لبابا كده دلوقتي. بس للأسف أنا مش مقتنع بيه. يعني إيه؟ يعني بقول كفاية عليه قوي لحد كده. لا كفاية إيه بس؟ هو بابا مش معترض على الدكتور، بابا عايز لك دكتور أحسن. أنا عندي لسان أتكلم بيه يا مرفت. بس أنا مرتاحة معاه. وأنا عايز أغيره. ما هو أنا اللي بتعالج. وأنا اللي بقرر. تعالجي فين وعند مين وازاي؟ وعلى فكرة انتي لا هتروحي له ولا تروحي لحد غيره، واللي هيجيلك مش هيجيلك هنا اصلا. امال فين؟ احنا هنسافر كلنا فيينا. لا يا بابي والنبي انا مش عايزة اسافر تاني. انا مش باخد رأيك، انا بقولك عشان تجهزي شنطتك. بكرة الصبح كلنا هنبقى في المطار، اوكي؟ اوكي يا مليكة. لا مش اوكي، انا مش هسافر. وشوف بقى مين هيسافر معاك. بتتحديني ولا ايه يا مليكة؟ لا طبعا، هي ما تقصدش. لا اقصد، ما انا مش لعبه في ايدك هتشيلها من هنا تحطها هنا، دي مش انا. طيب هتسافر يا مليكة ورجلك فوق رقبتك. مش هسافر، وشوف بقى هتصفرني ازاي غصب عني، وهتمشي كلمتك على مين. انت بنتي، من حقي امشي كلامي عليكي. مش بنتك، عمري ما كنت بنتك ولا هكون بنتك، فاهم؟ مش عايز اسمع صوتك. انت ليه واهم نفسك ان انا مليكة؟ انا مش مليكة. اخلصي بقى. بابا ايه بابا اخلصي. مش عايز اسمع الكلمه دي تاني. اللي انت بتعمله ده يا بابا؟ اوعى شريف. معلش، اصل الحقيقه دايما بتوجع. انا مش قاعده لك في البيت. ليه كده يا اكرم؟ ليه بس يا ميرفت، انا ما عنديش عصابه اتكلم. اوعى شريف، شغل الدلع ده هتسافري. انا هتسافري وكلامي يتسمع بالحرف الواحد. في حاجه غلط.
صدقيني باباكي ما كانش يقصد. ما تقوليش باباكي، ده مش بابايا. عشان خاطري بقى ما تكبريش الموضوع. انا اللي بخبر الموضوع؟ ده مد ايده عليا، تقولي انا اللي بخبر الموضوع؟ ما هو من كتر ما بيحبك وبيخاف عليك. اه ما هو باين قوي. انا وشريف اتفاجئنا، ما لحقناش حتى نقنعه او نقول له اي حاجه. لا ما اسمهاش اتفاجئته، اسمها خفته. انا بقى ما بخافش، هيعمل ايه بعد ما ضربني؟ هيموتني؟ عادي، ما انا مت قبل كده. ولا انتوا راسين ان انا مت قبل كده؟ عشان خاطري بقى خلاص بقى ما تزوديهاش. انا بقى كبرت في دماغي ومش قاعده لكم في البيت، واللي يحصل يحصل. طيب اوكي اوكي، بس قولي لي هتروحي فين؟ اي مصيبه بعيد عنكم كلكم. طب اقول لك حاجه، انا هكلمك خالتك فريده، تروحي تقعدي عندها يومين. لا انا مش عايزه حد يشيل همومي اكتر من كده. ما تقوليش كده، فريده بتحبك قوي، دي زي بالظبط وبتخاف عليكي ويمكن اكتر. بصي انا هخلي شريف يوصلك لغايه عندها. عشان خاطري، عشان خاطري، ولا انا ماليش قدر عندك؟ لا طبعا، تروح لفريده ليه؟ مش فاهم انا. يا بابا هدي اعصابك، ده انسب حل للمشكله اللي احنا فيها دلوقتي. حل الايه انت الاخر؟ هو في مشكله اصلا عشان يبقى ليها حل؟ لا يا بابا في مشكله، مش معنى الصراحه ان انت بتنكرها ان مفيش مشكله. مالكها مصممه انها تسيب البيت. خلاص يبقى هقعدها غصب عنها. يا بابا الكلام اللي انت بتقوله ده، هو في حد بيغصب حد على حاجه اليومين دول؟ وبعدين دي مالكها، ده طول عمر حضرتك بتقول لها يمين يمين شمال شمال، عادي يعني ما فيهاش حاجه لما نسيبها تعمل اللي هي عايزاه. عايزه تروح عند خالتي هيحصل ايه؟ وبعدين الصراحه تبقى عند فارق في البيت احسن ما تروح مكان تاني وتختفي يا بابا. اه طبعا طبعا، وتلوي دراعي ما يجراش حاجه. اه طبعا. طب وانت يا بابا يرضيك تعمل فينا زي ما عملت في باريس؟ ما هو مش كل ما نرفض لها حاجه تسيب البيت وتمشي، ما هو كده يبقى احنا بنبوظها وهندفع الثمن بعدين. يعني ينفع كده؟ ينفع انك انت تيجي الشركه من غير ما تعدي عليا؟ وانت برضه مفيش حد من طرفكم رجع كلمني من ساعه لما خلصت لكم اخر مصلحه؟ بصراحه كده انا قلت انتوا رجعتوا في كلامكم. لا نرجع ايه، انا كلمتي واحده، كلمتي دغري على طول. كل ما في الامر ان انا اتشغلت شويه اليومين اللي فاتوا، كان عندي شويه مشاريع تانية. طب كان الله في العون. المهم انا دلوقتي خلصت كل اللي ورايا وفضيت لك. بالنسبه للامانه اللي وصلتك تمام؟ تمام تمام. الناس اللي انا بشتغل معاهم انبسطوا من الراجل ده وقالوا لي يلا اسسوا الشركه وتوكلوا على الله. دان ايه نيكست ستيب؟ ان احنا نكلم المحامي، نكلمه بكره ونبتدي في الاجراءات. تمام دان ديل. ثانيه واحده حازم. حازم انا ليه عندك طلب، وارجوك ما تفهمنيش غلط، هو طلب شخصي ملوش علاقه بالشركه خالص. لو انت مش هتقدر تعمله ارجوك قول لي ومن غير اي حساسيه. هو للدرجه دي الطلب صعب؟ ده على كده اصعب من خطه التامين الداخليه نفسها. بالعكس ده اسهل كتير، بس على حسب علاقتك باياد وجيه. ايه دخل اياد وجيه؟ على حسب ما سمعت ان انتوا صحاب. احنا مش صحاب قوي يعني، احنا كنا مع بعض في الجامعه والمدرسه، بس انا ماليش فيه قوي الصراحه. هو دماغ وانا دماغ تانيه خالص. بصراحه حازم انا باسس شركه جديده، شركه استيراد وتصدير، وعلى حسب ما سمعت ان الولد ده شاطر ومجتهد وعنده خبرة كويسة واخدها من أبوه. طب ما تخلي لؤي يكلمهولك. لا انسى لؤي، أنا بطلب منك أنت الطلب ده. لو أنت نفذتهولي لك واحدة عندي، لكن لو ما كنتش قادر قولي وأنا مش هفتحك في الموضوع ده تاني. وصلتها؟ اه يا ماما وصلتها وشلت لها الشنطة واطمنت عليها لحد ما فريدة خدتها من الحب. تصدق من ساعة ما نزلته باباك ما نطقش كلمتين على بعض. خليه ساكت احسن يا ماما، اديكي شفتي لما اتكلم عمل ايه. تصدق ساعات بعذره. بتعذري في ايه بالظبط يا ماما؟ في السفر ولا الدكتور سعيد ولا انا مد ايده على مليك؟ بتعذري في ايه بالظبط؟ في كل اللي بيعمله، وخصوصا بقى مروحه لدكتور سعيد. زاد قوي عن حده لدرجه قلقاني انا شخصيا. قلقاكوا في ايه يا جماعه؟ انا مش عارف انتوا قايلين نفسكم الدكتور سعيد ليه؟ ما بيعالجها والعلاج جايب نتيجه. نتيجه؟ انت مش شايف كانت بتتكلم مع باباك ازاي وردت عليه ازاي؟ بقى بذنبتك دي اختك؟ دي مليكه؟ يا سبحان الله، قلنا نعمل تحليل الدي ان ايه رفضته. باباك هو اللي قال لا. مش عارفه الدنيا مقلوبه علينا ليه يا شريف؟ ليه؟ فعلا يا ماما هو ده السؤال. هي الدنيا مقلوبه علينا ليه؟ في حاجة غامضة يا ماما. فكرة رفض بابا قوي إن احنا نعمل تحليل الدي إن إيه ده ملوش علاقة بارتباطه بمليكة. الموضوع أكبر من كده. الموضوع فيه سر يا ماما. سر؟ آه سر.
بس الحاجة اللي مطمناني إن مفيش سر بيفضل للأبد. أكيد بيجي له يوم ويتكشف مهما كان اليوم ده بعيد. أنا وضبت لك الأوضة أهو، لو في أي حاجة ناقصاكي اطلبيها مني على طول، أنا في الأوضة اللي جنبك. بجد أنا آسفة أوي إن أنا كل يومين تلاتة جاية لك بمشكلة. إيه آسفة دي؟ أوعي تقولي كده. حبيبتي أنتي بالنسبة لي زي آية، حتة من قلبي، سواء بقى طلعتي مليكة طلعتي آية، أنتي روحي. أنتي عارفة إن أنا برتاح هنا أكتر من عندنا بكتير. وأنا كمان مبسوطة قوي إن أنتي جيتي تقعدي معايا، لأني حاضرة أشوفك وأسمعك في أي لحظة. شكلك كده هتزهقي مني. ما تقوليش كده، عمري ما أزهق منك. وبعدين لو عايزة تحكي احكي، لو عايزة تبقي منك لنفسك كده شوية أنتي حرة. تعرف إن أنا ما بخبيش عنك حاجة، عايزين يبعدوني عن دكتور سعيد، وده أكتر حد أنا برتاح وبطمن وأنا بتكلم معاه، وكمان عايزين يصفروني بره، وأنا بجد مش عايزة أسافر بره مصر تاني. هو ممكن يكون حد عارف حكاية التحليل دي؟ لا خالص، مفيش حد يعرف غير أنا وإنتي ودكتور سعيد. وباهر أنا حكيت له، بس هو وعدني إن هو مش هيقول لحد خالص ولا حتى لأكرم. لا أنا مصدقاه، وهم أصلاً لو كانوا عارفوا ما كانوش نزلوني من البيت. أكيد أنا كمان أعتقد كده. عندك استوديو أو بيت صغير؟ هتخليني أزعل منك ليه؟ أنت مش ممكن تسيبي البيت هنا، أنت لازم تفضلي جنبي على طول. أنا اللي مش هسيبك وامشي خلاص، بس ده مش عشاني أنا. أمال عشان مين؟ انت مش بتقول انك خلصت شغل يا دكتور؟ اه خلصت، بس جات لي حاله مهمه ومستناني في العياده، لازم اروح اشوفها. يلا بعد اذنك. اتفضل. بس الباشا احنا بشير. ايوه بشير، انت فين؟ هربان يا باشا. انا خايف. خايف؟ خايف من ايه يا ابني؟ ده انا كنت هموت عشان انقذك. قول لي انت فين؟ استخبي. عباس خلاص وقع بشير، عباس مات وانت ما بقتش محتاجنا عشان نحميك منه. انا ضمنتك يا باشا. ما تخافش، قولي بس انت فين؟ بشير، انت بشير. معلش يا دكتور، بس انت نسيت التليفون وكان بيرن. وقمت تشوف مين؟ ما لحقناش نحدد موقع المكالمه. اه طب اكشفوا على الرقم اللي اتصل منه. لو مش متسجل باسم حد يبقى ما عملناش حاجه. امشي طريق للاخر يا حاتم، محدش عارف هنلاقي ايه. شكلك بيقول في جديد. بشير اتصل. منين؟ لسه بنحاول نعرف. باسل، انا مقدر وعارف ان انت عايز تنقذ بشير المره الثانيه زي الفيوم بدافع انساني، بس مش احسن برضو انك بتوجه مجهودك ده في سكه افيد؟ بشير ممكن يكون مفيد سيادتك. ازاي؟ محدش عارف الفترة اللي اختفى فيها وشاف ايه وسمع ايه، ممكن يوصلنا معلومات تفيدنا. وممكن لا. انا بحب اكمل الطريق للاخر. حددنا صاحب الموبايل. مين؟ سعيد الجمال، دكتور نفساني. قولي لي هتروحي له بكره؟ هو انت ناويه تحبسيني زيهم بقى ولا ايه؟ لا والله بسالك بس عشان اطمن عليكي. اتفضلي. ده ايه؟ ده مفتاح شقة مصر الجديدة اللي اتولدتي فيها، قصدي يعني اللي آية اتولدت فيها، وكانت مليكة بتيجي تزورنا، اللي هو المفروض انتي لحد دلوقتي.
تحسي ان احنا مجانين واحنا بنتكلم عني وعنها مش كده؟ بالظبط كده. هو البيت مترب شويه بس من بكره ممكن ابعت حد ينظفه. لا لا يعني هو بشير هيتصرف وميرسي بجد على كل ده. انتي واثقه في بشير ده ولا هيعمل لنا مصايب؟ بيني وبينك معرفش. بس هو لجأ لي وهو بين الحياه والموت فقلت اكيد انا كنت مهمه قوي بالنسبه له. عموما انا مش هكذب عليكي، خليه يروح يقعد هناك لحد ما نروح نشوف ايه حكايته. ثانك يو. يور ويلكم. الدكتور؟ لا ده شريف. اوكي سيبك تتكلمي براحتك. اوكي. هاي يا شريف. هاي مليك، اخبارك ايه؟ احسن كتير. اللي عندك بقى عاملين ايه؟ مفيش، بابا قافل على نفسه من ساعه ما نزلنا وماما قاعده قدامي. تاخدي تكلميها؟ لا لا بلاش، مفيش حاجه ممكن نقولها دلوقتي. طيب خلاص، هي كده ماما اطمنت عليكي خلاص يا مليك. وطمن باباك كمان وقول له ان مفيش حاجه بتفضل على حالها، حتى مليكة عادي ممكن تتغير. خلاص يا مليكة، زمان بابا عارف، وما تقفريش قوي في الموضوع اكتر من كده. ماشي، ميرسي على السؤال. لا شكر على واجب يا مليكة، انت برضو اختي. باي يا شريف. دكتور سعيد الجمال سجله نظيف ما فيهوش ولا نقطه سودة. الطالب اللي ذاكر واتخرج وحضر دراسات عليا، بعد كده فتح عياده في باب اللوق قصاد الشقه اللي ساكن فيها. كان شغال مع الداخليه بيعالج الظباط نفسيا بعقد انتهى السنه اللي فاتت، وطبعا قبلها اتكشف عليه امنيا وكان سليم. امال بيشير بيتكلم من رقمه ازاي؟ مش جايز يكون خليه ارهابيه نايمه؟ الحاجه الوحيده المريبه في الموضوع ان دكتور سعيد الشاب كان مرات الاوتيليوم فرح بنت النائب العام الصبح، بس ما حدش ربطه بالحادثه. في حد استدعاه عشان يعالج العروسه نفسيا على حسب التحقيقات. مين بقى اللي استدعاه؟ هنجيبه هنا ونساله سيادتك. انا طلبت تجهيز قوه تنزل تجيبه مخصوص. ده طبعا بعد ما اخد من سيادتك التمام. اتحرك يا باسل وبتابع معايا. امر سيادتك يا فندم. في جديد بخصوص دكتور سعيد يا فندم. ماله؟ في قوه من الاسم التابع ليه العياده اتحركت على هناك قبلنا بربع ساعه، بعد ما جالهم بلاغ من دكتور سعيد بنفسه ان في جريمه قتل حصلت في العماره اللي هو ساكن فيها. جريمه؟ جريمه ايه يا حاتم؟ أي سعيد، كلمتك فوق العشرين مرة، أنت كنت معيانين ولا إيه؟ لا عيان إيه؟ أصل ماجدة هي لسه ما مشيتش من العيادة؟ لا مشيت، أنا الصبح تقريباً شبه طردتها، بس من ساعة كده لقيت جثتها في بير السلم. جثتها؟ جثتها يعني إيه؟ جثتها. كنت في العيادة بعد كده سمعت صرختها وطلعت لقيتها واقعه، مش عارف بقى ممكن تبقى هي رمت نفسها او حد زقها، مش عارف. ايه؟ حد زي مين يعني؟ هذا المسلسل برعايه صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي.